سيد قاسم، يبدو أن المفوضية العليا للمستقلة للانتخابات لم يعد لديها أي شيء جديد بخصوص نتائج الانتخابات. الآن الكرة صارت في ملعب المحكمة الاتحادية. برأيك هل سيكون هناك أي تغيير أو شيء جديد في مسألة المصادقة على النتائج؟ أحسنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولمشاهديكم ولقناتكم الكريمة. نعم، بعد إعلان النتائج قبل 3 أيام أو 4 أيام كانت النتائج واضحة وموقف المفوضية واضح أنه لا تغيير في النتائج، لكن لا زالوا المعتصمين ولا لا زالت الطعون مقدمة إلى لمفوضية الانتخابات، وأن المفوضية قد أعلنت في بيانها حول إعلان النتائج بشكل نهائي، لكن بقي الموقف يعني غامض، وبقي كأنما الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية، لأنه لا زالت الطعون يعني مقدمة، ولا زالت المحكمة الاتحادية لا ترد حقيقة على الطعون، وحدد أعتقد في 13 من هذا الشهر هو موعد الرد على كل الطعون حول قضية إلغاء النتائج، أو وإذا بقيت هذه يعني هذه القوانين أو بقيتها على المحكمة على قراراتها حول المصادقة لقرارات المفوضية، فقد تلجأ بعض الكتل السياسية إلى تدويل قضية الانتخابات والطعن بالانتخابات، وهناك حسب ما حدد من بعض الكتل بأن هناك دلائل قاطعة بتزوير الانتخابات وأنها غير مقبولة ومرفوضة من قبل كثير من الكتل السياسية وكثير من الأخوة المرشحين. نعم، فنحن نأمل إن شاء الله القضاء العراقي سوف يكون هو الفيصل، ونأمل أن تكون القرارات المجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تكون منصفة حقيقة لكل الكتل، وإن شاء الله تكون مرضية الكتل ويعني منصفة حقيقة في قراراتها. طيب، بما أن حضرتك ذكرت مسألة تدويل القضية سياسيا، هل تعتقد أن للأمم المتحدة سيكون هناك دور في مسألة حسم المصادقة على النتائج أو تغييرها؟ نعم، نحن من خلال حقيقة متابعتنا لكثير من خلينا نقول هكذا أمور يعني قد تطرح على الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة تعتبر هذا الشأن هو شأن داخلي ولا يتعلق بها، فأعتقد القرار هو نأمل يعني ننتظر قرار المحكمة الاتحادية وهو سوف يكون الفيصل، أما أنه في حالة عدم إنصاف المعترضين وسوف يكون هناك الأمر دولي، أعتقد الأمر سوف يكون فيه من الصعوبة. طيب سيد قاسم، برأيك هذه العملية، عملية النظر بالطعون وانتظار المحكمة الاتحادية للبت في النتائج ما إلى ذلك، هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة؟ بالتأكيد راح تكون هناك حتكون العملية يعني تشكيل حكومة راح تكون معقدة حقيقة، لأنه راح تكون هناك خلافات حول التشكيلهم، هناك وجهات نظر انه تكون شكل الحكومه هل تكون اغلبيه سياسيه ام حكومه اغلبيه وطنيه، هناك مثلا حركه امتداد صرحوا قالوا بانه نحن يعني لا ندخل بالحكومه مهما كان شكلها، هناك ايضا خلافات بين الاحزاب الكرديه، هناك خلافات ما بين الاحزاب السنيه، فاعتقد راح تكون العمليه معقده إذا بقي بهذا الشكل. المحلل السياسي السيد قاسم السلطاني، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.